خيرك يا حبيبي عاد تكفى خلنا اعطيك خلنا اعطيك الحساب عاد والله خلنا ادفع عاد ابو احمد خلنا ما يصير كله على حساب وجهك خلاص قلنا لك على حسابنا خلاص خلنا عاد ادفع لك عشان اعرف اكل وتهنى يا اخي هجف وبطنك تبي شيء زين خلاص اخذ قلنا لك هديه خلاص كم كيلو ذي 5 كيلو بس كم تبي قروبنا كامل 5 كيلو بس يا ابو احمد ما تكفي صدق انت ما تستحي ولا عندي لا لكم شيء ولا يابا طبخوا من دجاجكم لا لا تعال والله اضحك وياك ابو احمد والله ما تستحي ورب اللي يتعامل معك باخلاق انت مهنة عقل والله العظيم ايش فيك يا ابو احمد هذا اقول لك كثر الله خيرك والله يبين اجل اجيب لك 5 كيلو تقول لي جيب 6 اضحك وياك يبا ما ينضحك وياك يا ابو احمد الله يعطيك العافيه ان شاء الله ها حبيبي ها وربع علقك تعليق في المحل لا 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 خلاص اسف خلاص 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 لا لا عل صوتك بعد تعطيني 5 كيلو لا لا عل صوتك ما تعطيني 5 كيلو تذلنا لا عل صوتك بعد خليني اسمع اضحك وياك تعال عاجل شكرا فيك تعال تعيش تعال تعيش عندنا الليله تعال باجي يبو على حسابي لا يلا بعد عمري يلا الله يكثر خيرك يا حبيبي والله كريم ومحرجني يا ابو احمد الله يعطيك العافيه يا حبيبي يلا فمان الحين بسمعك قصيده حق شاعر من اجمل الشعراء اللي سمعت لهم في حياتي طيب نسمع ما عليه وبيك تحكم عليه طيب جاهز انت جاهز يلا الروح لذك افديه بكل ما عندي ما عندي لك فدوه عمر دانا انت اسمع ما شاء الله عليك تغليني يا جل مريضي ما يفيد انت تسمع القصايد يا ما شاء الله عليك انا اول ما اطلع من البيت اركب السياره اشغل لك قصيده قصيدتين ثلاث يلا صدق بصدقك مريضي يوميا قهوه وقصيده لك تغليني يا جل مريضي ايوه اغليك واروق لو سمعت كلمات الله يرحم والديك هذا لان كلمات رنان اي رنانه ايه ايه ترن ترن ايه ترن صدق ودي ابكي ايش تبكي عليه هذا؟ ابكي تضرب الاحساس دخلك جو صحيح حزن اجل شو اقول انا اللي يوميا يوميا اسمع قصايدك يوميا هذا من طيبك يا بريطي من طيبك ايه قلت بدل ما اسمع انا ودي اصدق بس الحين صدقت شلون ودي اصدقك بس ودي اصدق بس صدقت الحين يوم سمعت شخص تصدقت اذا سمعت شخص تحس شعورك يعني شعورك شعوري يعني لخبطه مشاعر تصير عندي أي. انت شو اللي يميز قصايدك عن غيرها كيف تتميز قصايدك عن غيرها علمانيا اول شيء بدون وزن أي. بدون قافيه طيب مكسره كلمات ما لها معنى ما تدري اي لغه تقصد انت باللغه العربيه لغة. لا باللغه الانجليزيه الله يسلمك كمل فزبدة الكلام يعني كلمات